مشاهدي الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار الرياضي. ضيفي لهذه الحلقة سيكون بنون النسوة. أستضيف الأستاذة سلوى جوان. لالا سلوى مرحبا بك. ربي يخليك، شكرا بزاف. بغينا نعرفوا شكون هي الأستاذة سلوى جوان. بسم الله الرحمن الرحيم. سلوى جوان مواليد سيدي إفني بعمرانيات الأصل، أستاذة ديال الكاراتي شوتوكان وكوشيكي، حاصلة على تروازيام دان يعني الحزام الأسود درجة ثالثة، حاصلة على دبلوم دولي في التحكيم، حاصلة على دبلوم دولي في رياضة تي بي اف تابعة للرياضة الأيروبيك، وأستاذة. مزيان لالا سلوى، إذا نرحبوا بك في نون بوست ونتحدثوا شوية على الجمعية ديالكم، جمعية إفني بون للكاراتي وفنون الحرب والأيروبيك. إلا بغيناك لالا سلوى تهضرينا على الجمعية ديالكم، التأسيس وظروف التأسيس. جمعية إفني بون وما لا يعرفها يعني ولات معروفة في سيدي إفني وطنيا ودوليا الحمد لله، واللي ما كيعرفوش الناس بزاف أن جمعية إفني بون تأسست في 88، يعني راهي أقدم جمعية، راه دابا كملت الحمد لله 30 سنة على أرض الواقع، والحمد لله من أستاذ لأستاذ كانت إنجازات الحمد لله حافلة، كانوا تواكبوا عليها أربعة ديال الأساتذة للمؤسس اللي هو مصطفى، الأستاذ مصطفى الكاملي اللي أسسها، ودابا حاليا راني مع أنني جيت من بعد إلى أنني سولت عليه راهو موجود في مدينة قلميم. في 2011 تسلمها الأستاذ عمر بوفيم اللي هو أصلا الأستاذ ديالي والمدرب ديالي في الكاراتي، من بعد الأخت ديالي خديجة جوان، ومن بعد سلمت الرئاسة أنايا. إذن بعد هاد المشعل الآن اللي خدته الأستاذة سلوى جوان، ممكن تحدثين على الأهداف ديال هاد الجمعية؟ الحمد لله عرفتوا المدينة تحتاج الأماكن أن يكون لها دور كبير في مساعدة التربية ديال الدراري ديالنا وديال الناشئات الأطفال، يعني كتعطيهم كتربيهم أخلاقيا جسمانيا، كتوعيهم الفكر ديالهم، يعني أهداف كثيرة أننا نساعد الآباء في التربية ديال الولد ديالهم، لأن الرياضة راه أخلاق قبل ما تكون رياضة. طبعا الرياضة أخلاق قبل أن تكون ممارسة. فنهضروا شوية على مصادر التمويل ديال الجمعية، خاصة أن عندنا هنا مجالس منتخبة كمجلس بلدي ومجلس الإقليمي. واش الجمعية ديالكم الأستاذة سلوى كتستافد من المنح ديال المقدمة من طرف هذين المجلسين؟ الحمد لله احنا المهم كاين التمويل، لان يعني ككل الجمعيه كتدمر من المصادر ديال التمويل ديالها. بالنسبه لهذا المنح فللاسف العام الفايت تم اقصاؤنا من منح المجلس الاقليمي، ولحد الساعه لا نعرف الاسباب. المهم ما كانش حتى جواب، نطلبنا اللقاء معهم التواصلي يبرروا لنا شنو المشكل، مع اننا عندنا انجازات كبيره كنا سنه، يعني جمعيتي في نيبور معروفه، يعني كنا عام كدير انجازات اكثر من السنه الماضيه. اما بالنسبه للمجلس الجماعي المنح ديالو رغم انها زعما ماشيش في المستوى المطلوب، الا انها كنا سنه كتزيد لنا حسب إذا كانت شي إنجاز كتضيف لنا واحد النسبة على المنح ديال كون عام. إذا هذا نداء موجه للسلطات المنتخبة سواء المجلس البلدي أو المجلس الإقليمي أنهم يدعموا مثل هكذا مبادرات. نمشي معك الأستاذة سلوى، البرنامج السنوي ديال هذا الموسم هذا، يعني واش سطرتوا شي برنامج؟ عندكم شي برنامج تخدموا عليه ان شاء الله؟ ضروري كنا سنه كيكون عندنا برنامج سنوي حافل اللي هو مرتب، اضافه الى ان كنا لحظه كتزاد شي حاجه على البرنامج ديالنا. كاين العادي، البرنامج العادي اللي هي بطولات وطنيه، كاس العرش، هذا التدريب اللي كنتدربوا فيها، وعلى ايضا تدريب اخرى على التحكيم.
وكنزيدوا لها حنايا بالنسبه لينا كجمعيات كنضيف تدريب اخرى وانجاز مشاريع اخرى. بالنسبه كنتمنوا اننا تكون عندنا شي قاعات هنا باش ننظموا شي حاجه اللي كبيره، لان عندنا واحد المشكل كبير ملي كنبغيو لحد الساعه دابا. مثلا عندي انا دبلوم ديال تي بي اف في الفيتنس، وهو اول دبلوم واول استاذه في جهه ودنون. المشكل ديالنا طلب مني هاد الماستر اللي عايد المحتضن ديال هاد الرياضه اللي هو اللي دارها، طلب مني مادام حكيت لي على المدينه وهي سياحيه وصغيره وزوينه، طلب انه يدير التدريب الثاني اسمه مهرجان تي بي اف في مدينه سيدي افني. ولكن المشكل انه هو جاي مع 25 واحد نصارى من اوروبا، فين غادي يديرهم؟ صح. وفين غادي تكون هاد القاعه اللي غادي يدير فيها التدريب اللي غيجمع جميع مناطق المغرب؟ صح. إذن هذا مشكل مطروح على صعيد المدينه، ليس فقط بالنسبه للكاراتيه والرياضات ولكن حتى بالنسبه للرياضات الاخرى. فعلا، وكان تمنيت يكون هذاك المهرجان يكون في سيدي افني، وقال لي وقت ما عندكم استعداد انك تستضفوني ولا تحتضنوا هذه الرياضه انا مستعد نجي ونجيب مع الناس ديالي. كنتمنى لان غادي تجيب سياح للمدينه غيشوفوها غيعاودوا للناس اخرين، وغيكون شي حاجه اللي زوينه واحد الثقافه زوينه غيدخلوها. ونتمنوا في قادم الايام الاستاذه سلوى اننا مدينه سيدي افني في حاجه ماسه لمثل هذه المبادرات. واحد النقطه اخرى، انا كنمشي للمدن المغرب كامل كتلقى عندهم دار الضيافه في اي مدينه كنمشي كيستقبلونا، تتلقى كتدخل على الباب تتلقى دار الضيافه، سميتها دار الضيافه، كتستقبل فيها جمعيات اخرين مجهزه. الا المدينه ديال سيدي افني ما كحتى تيزني طرا فيها. ايوا نتمنوا ان في قادم الايام تكون عندنا واحد مركز ديال الاستقبال يكون في خدمه الرياضه والرياضيين. الاستاذه سلوى، كنت خضعتي لواحد المشاركه في الجاره الشقيقه تونس، بغيناك تعاودي لنا التجربه هذه كيفاش دازت، وشنو النوع ديال التدريب اللي او الدورات التكوينيه اللي شاركتي فيها؟ الحمد لله هذيك كانت واحد التجربه جميله جدا، يعني وقت ما سمعتها كنفرح، لان اول مره مشينا كتربص كان فيه بطل العالم مصطفى سعدودي. انا نستفد من عنده، ماشي مشكله انني نخسر فلوس ونمشي واخا ما عرفتش فين غنمشي ولا هذا، ولكن كنا غادي نمشيو باش نستافد. كان واحد التدريب بحال معسكر تدريبي، بحال هذا الشيء اللي كيديروا العسكر والتجنيد، وبعد كتفيق مع الخمسه الصباح وما تنعس حتى الليل. كنت وملي شافوا كانوا معنا بنات من الجزائر من ليبيا من كانوا في دول اخرى، ولكن كانت عندهم شويه كيجي ويترينا وشويه يجلسوا شي يعاود يرجعوا للشومبر ديالو، ما كانش واحد. وانا كان واحد الحماس كبير انني باش نرجع خاويه، بغيت نستافد من كل دوك الاساتذه اللي كانوا. كان بطل ديال الكيك بوكسينغ كيمبو، يعني كان بزاف ديال الاساتذه، وانا ما كرهتش كل دقيقه ما تضيعش ليا، يعني كما كنقولوا خسرت فلوسي بغيت نستافد نجيب شي حاجه للدراري ديالي في لاصال. ملي دازت ديك التجربه في اليوم الاخير اتفاجئ انهم قرروا اللجنه الدوليه في تونس قررت تنصبني رئيسه اللجنه الدوليه للكاراتي كوشيكي في تونس. هنيئا لك بهذا التشريف، وشرفتي مدينه سيدي افني وشرفتي الجهه ككل الاستاذه سلوى. الان نرجع بك شويه للوراء، خلال المباريات ديالك في المغرب او خارج المغرب في الكاراتي مثلا، شنو هي اللقطه اللي بقيتي عاقل عليها مثلا؟ بعدا انا كيسموني المدربه اللي كتلعب، لان المدربه الوحيده اللي كتمشي لبطولات وطنيه ولا دوليه كمدرب الدراري، وفي نفس الوقت كنلعب، لان ما كنقدرش نمشي وما نلعبش. بطولة دولية تكلاسيت دوزيام بلاصير عامين في تونس، بديت معايا بنت من الدراري ديالي تكلاسيت الرتبة الأولى، الحمد لله سمعنا النشيد الوطني في خارج بلاد ديال المغرب، وكانت يعني تجارب ما نقولش لك، يعني حاجة اللي زادتني شي حاجة بزاف في حياتي، وخصوصا نضيف واحد اللقطة اللي ممكن يستافد فيها بزاف ديال الناس. انا كنت كندير الكاراتيه قبل ما نتزوج،
بعد الفشل الحياه ديالي الزوجيه ما لقيتش الا ذاك الدومين هو اللي خلاني انني نستمر ونعاود على رجليا ونحقق انجازات ما حققتهمش قبل. الحمد لله. يعني الرياضه راه مفيده جدا للناس كما كانوا صغارا او كبار، ما عندهاش سن محدد. اذا الاستاذه سلوى، كلمه اخيره، كلمه مفتوحه. كنشكركم بزاف، كنشكر نون بوست، كنشكر الاستاذ ديالنا انك استدعيتني انني نحضر معك اليوم. انا سعيده جدا، وانكم كتولي واحد الاهتمام للرياضه في مدينه سيدي افني والابطال ديالها وفي جميع المجالات، وكنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى من المجالس المنتخبه انهم يساعدوا هاد الجمعيات ولهاد الشباب اللي طالع، ماشي غير الرياضه، في الفن، في الثقافه، في يعني كلنا واحد، يعني شباب كتساعدوا كتدعموا انه يوصل بلاصه ما نمشيو لشي بلاصه، يعني يتجه لانحراف ولا لشي حاجه خايبه، انه باغي يشد واحد المجال اللي غيكون مفيد ليه ولوليداتك وللمدينه ديالو. وشكرا بزاف. اذا بدوري كنشكرك الاستاذه سلوى على قبول الدعوه والحضور معنا ضيفه في هذا البرنامج. اما انتم سيداتي سادتي، اضرب لكم موعدا في حوار آخر ومع ضيف آخر، وإلى اللقاء، دمتم سالمين.